أيضا لمزيد من النقاش والمتابعة انضم إلينا هاتفيا دكتور إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية. دكتور إكرام أرحب بك معنا في هذه التغطية. أهلا بحضرتك أستاذ أنا وأستاذ المشاهدين. أهلا بحضرتك، ونحن نتحدث عن هذه القافلة الإنسانية، أكبر قافلة إنسانية لرعاية مليون أسرة مصرية على مستوى الجمهورية. السيد الرئيس يعني أكد من خلال حديثه اليوم على أهمية التنسيق ما بين القطاع الحكومي وغير الحكومي، برأيك أهمية هذا التنسيق والتعاون ما بين يعني كلا القطاعين؟ طبعا هي مبادرة هامة بتهدف إلى الاهتمام ورفع مستوى المصري في جوانبه المختلفة. بالتأكيد هناك ضرورة وهناك أهمية للتنسيق بين الدولة أو الحكومة وبين مؤسسات المجتمع المدني، بحيث تتضافر الجهود الرسمية الحكومية وجهود الدولة مع جهود مؤسسات المجتمع المدني، يعني زي الجمعيات المختلفة. أيضا ممكن نتكلم عن دور للأحزاب السياسية، بحيث أن تضافر الجهود هو الذي يؤدي إلى تحقيق الأهداف المرجوة واللي بتنعكس في النهاية على المواطن المصري. وأنا عاوز أقول أيضا أن هذه المبادرة بتأتي في إطار حرص الدولة والقيادة على الاهتمام بالمواطن من مختلف الجوانب الحقيقة. صحيح. الجوانب الاقتصادية، الجوانب المعيشية اليومية، الجوانب الحياتية، وده يعني بننظر إليه في إطار عديد من المبادرات الحقيقة، مبادرات رئاسية ومبادرات من جانب الدولة. يعني بنتكلم عن مبادرة حياة كريمة للنهوض بالريف المصري، مبادرة 100 مليون صحة، مبادرة خاصة بصحة السيدات، مبادرة خاصة بالكشف عن الأمراض المزمنة وعلاجها، تطوير العشوائيات، الحصول على مسكن يعني بشروط ميسرة. كل دي مبادرات الحقيقة، سواء كانت مبادرات من القيادة أو أيضا تشارك فيها، وده المطلوب، مؤسسات المجتمع المدني. الهدف في النهاية هو الإنسان المصري، المواطن المصري، وتطويره والارتقاء بحياة المواطن المصري. ده صحيح، الارتقاء بحياته ومن مختلف الجوانب الحقيقة، يعني الجوانب الاقتصادية، الجوانب الاجتماعية، الجوانب الثقافية، من جميع النواحي. يعني تشوفي حضرتك تطوير العشوائيات، وتطوير العشوائيات ده ليس فقط جانب مادي، وإنما أيضا تطوير الإنسان، تطوير الإنسان، يعني مساحات خضراء، أماكن لممارسة الرياضة، فهي عملية تطوير متكاملة. الهدف في النهاية تأكيدا على كلام حضرتك دكتور إكرام، عفوا عن المقاطعة، أن الدولة المصرية لم تغفل عن كافة جوانب القطاعات وكافة تطوير الإنسان المصري، وتأكيدا على كلام حضرتك هي أهمية هذه التضافر الجهود والمشاركة المجتمعية، برأيك أهمية هذه النقطة، الملحمة الوطنية التي أصبحنا نراها بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة وكنا نفتقدها في العصور السابقة، وهي مسألة التنسيق والتعاون ما بين أجهزة الدولة كافة وما بين المشاركة المجتمعية التي أشار إليها السيد الرئيس اليوم خلال خطابه؟ طبعا المشاركة المجتمعية مطلوبة، واللي نسميها أيضا مشاركة المجتمع المدني ومؤسساته المختلفة، بحيث تتضافر الجهود المجتمعية مع جهود الحكومة لتحقيق نفس الهدف. الهدف هو الارتقاء في مستوى المواطن المصري وبمعيشته، وخصوصا أن ده يعني ده جزء مهم قوي في عملية التنمية بمعناها الشامل والواسع. يعني هو التنمية بتستهدف في النهاية الإنسان، يعني ثمار التنمية ستتساقط في النهاية على الإنسان. صحيح. المواطن يعني، وبالتالي لابد من تضافر الجهود لتطوير الإنسان من مختلف الجوانب. أيضا الإنسان ده اللي هيتم تطويره في مختلف جوانبه، والاهتمام بصحته والاهتمام بتعليمه والاهتمام بمعيشته اليومية هو أداة التنمية. يعني هو كيف تتحقق التنمية؟ هتتحقق من خلال الإنسان، من خلال المواطن. وأيضا وده كان شعار السيد الرئيس، هو بناء مقومات الإنسان المصري. صحيح، يعني إن الإنسان هنا أو المواطن المصري هو أداة التنمية، هو اللي هيقوم بعملية التنمية وهو هدف التنمية، بمعنى أن الثمار والعوائد والفوائد المتعلقة بالتنمية ستتساقط على الإنسان أو المواطن.
طيب دكتور إكرام، يمكن يعني نقطة هامة لا نريد أن نغفلها، وهي عندما تحدث رئيس الوزراء عن أهمية استقطاب المزيد من المتطوعين، برأيك كيف تقرأ هذا الرقم من يعني المتطوعين وأهمية حجم الأعمال التطوعية في الفترة القادمة؟ طبعا العمل التطوعي أو العمل التطوعي ده يعني شيء أساسي وشيء مهم، وده اللي بيرتبط بجهود اللي بنسميها مؤسسات المجتمع المدني. المجتمع المدني ومؤسساته هي بتقوم بأعمال تطوعية في المقام الأول، يعني ليس بغرض الحصول على أجر، ليس بغرض دكتور إكرام هل تسمعني؟ نعم تفضل. نعم، ليس بغرض الحصول على منفعة مادية، على مكسب مادي، وإنما الهدف في النهاية هو تحقيق المصلحة العامة، والمصلحة العامة دي اللي بتتحقق زي ما شوفنا بتضافر جهود الجميع، مؤسسات المجتمع المدني، الأحزاب، الحكومة، سياسات وخطط الدولة، كل دي بتتضافر في إطار تحقيق هدف موحد يحقق مصالح ويحقق طموحات المواطن المصري في الدولة الجديدة. ونحن نتحدث عن هذه الأهداف أخيرا دكتور إكرام، يمكن من أهداف الدولة المصرية الآن هو مكافحة الفقر وتقديم مزيد من البرامج لمكافحة الفقر والارتقاء كما تحدثنا وذكرنا بحياة المواطن المصري، أيضا يعني نقطة هامة بالإضافة إلى هذه الشبكة الكبيرة والمنظومة المتكاملة من الحماية المجتمعية، برأيك أهمية هذه المنظومة في هذا التوقيت بالتحديد؟ طبعا دي منظومة مهمة بحيث انها بتنعكس ايجابا على المواطن المصري، يعني احنا لما نتكلم عن مكافحة الفقر، لما بنتكلم عن الارتقاء بحياة المواطن المصري، ما هي المبادرات كلها بتهدف الى تحقيق هذه الاهداف. صحيح. حضرتك مبادرة حياة كريم، ما الهدف منها؟ الارتقاء بالريف المصري ومكافحة الفقر في الريف المصري وايجاد الخدمات والبنية التحتية في الريف المصري والاهتمام ببناء الانسان في الريف المصري وتوفير الخدمات الاساسيه من صرف صحي وكهرباء وميه وطرق وغيره، بحيث يكون الانسان او المواطن يعيش معيشه حياه كريمه ويعيش الحياه التي يسعى الى تحقيقها كمواطن والتي يسعى الوطن الى تحقيقها له. نعم اشكرك شكرا جزيلا دكتور إكرام بدر الدين استاذ العلوم السياسيه، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.